يا الله، السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء، صحة وعافية إن شاء الله يا رب على الجميع. طبعا شبابنا الطيبة، معذرة عن نزول الفيديوهات، والله انشغال و اتأذيت بسبب المجموعة الهجمة القوية مال البزازين علي. نقلت البرج. العفو، نقلت البرج، رتبت البرج تاني لان صار بي الحمام مال استاذ عمران، على ما صورت للناس اللي طلبت الحمام، وفضل من الله ان شاء الله باكر راح يتم توزيع الحمام كله الى جميع المحافظات، ونتمنى لهم الموفقية. مع ذلك نقول لهم جميع الحمام ان شاء الله مشروط وشرط عام من ناحية الانتاج ومن ناحية المرض ومن ناحية الطيران ومن ناحية البند ومن ناحية الوقت الطويل ومن ناحية اصول الحمام، فهذا كله مشروط مع الأخوة المتابعين كلهم. أنا من رحت وشفت بعيني واستفاديت واستفادينا كل احنا إن شاء الله، وبالأيام القادمة إن شاء الله راح نستفاد أكثر بالمعلومات من أستاذ عمران المحترم والأستاذ فقير الباكستاني. فيا شباب، كسبنا حمام كلش راقي، مواري جيد جدا، حمام راقة بمعنى الكلمة، وعليه بالتوفيق إن شاء الله اللي أخذ من هذا الحمام. وبعد إن شاء الله هاي وجبة إن شاء الله يعني ما بقى من عتا إلا القليل، وباكر قلت لكم يا شباب يمكن باكر أو عقب باكر راح يتم توزيع الحمام إلى جميع المحافظات، من ضمن أربيل ومن ضمن البصرة ومن ضمن بغداد، فمحافظات كل الناصرية، أهل ديالة، كل الحب والاحترام لهم جميعا. طبعا هذا الفيديو يا شباب أنا الكلام شكل، والصورة اللي طالعة أو الفيديو اللي طالعة يومكم شكل ثاني. الله شاهد يعني ما عدى فد فيديو أسجله، فقلت خلي أنزل لكم ذني. ومع ذلك أكون نزول الأستاذ عمران من كنا نتخابر أنا وياه، أقول له وثق لي الحمام، طير لي الحمام، وأريد أشوف نزول الحمام، رجوع الحمام للجال مالته. سابقا دزل الفيديوهات موجودة أنا محفوظة يمي، قلت قبل لا أروح وأتقدم وأصور وأعرض الحمام لأستاذ عمران فلازم نتأكد من الحمام، لأن تعرفون كلكم متابعين محترمين وناس أنتم تجون على الثقة وليس تجون على طير وكذا وكذا. أغلب الأخوة قالوا هاشم الساعد احنا ماخذين الحمام من عندك وليس من أستاذ عمران، ومع ذلك أنا متكفل الأمر بكل شيء. طبعا ما أريد أطول عليكم، أكو فيديوهات إن شاء الله هسه راح تظهر عندكم لأستاذ عمران، الله شاهد لا قال لي نزلهن ولا قال لي شيء ولا هاي، بس أنا حب أمتعكم بهذا الأمر، فأتمنى لكم موفقية. تابعوهن، تابع الطيران مالته وتابع النزول مالته وشلون ثاني يوم الحمام نزل والله العظيم. السلام عليكم. بالتوفيق إن شاء الله. هاي أستاذ هاشم، أنا اليوم هاي خرج شوف إن شاء الله شوفين نزلونا صبرهم. شوف ان شاء الله هاي راح نخرج اليوم، هذا ايش هسه؟ هاي 8 وشوقتي ان شاء الله نزل، وانا هم جاي اسوي فيديو ثاني وبدي رساله الواتساب، بس روح كله روح بالبن، ماكو وحده جوا كله من سطره. هاي ماي بي شلونكم حبايبين؟ هاي شوف انا الصبح 8 راح اطير، راح ينزلون هسه الساعة
طب ايش صار؟ هاي 2.5، هاي نزل وحدة، هاي فراخ، وهاي وحدة من جوا 2، و هاي باقي كله بالبند، واكو بالنص، بس بين 2-3 باقي كله بالبند. ان شاء الله يجي بالمغرب، ان شاء الله لو بليل صار 7 أو 8 هيك انزل. هاي هاي حمام والله باكستاني كلش قوي. هاي وحدة بين 18 جيجا. هاي هم فراخ، السلام عليكم استاذ. هذا 3، هذا بليل برا، صباح يجي. هذا 2، واحد 2، ايه 3 بعد واحد فوق بند، السلام عليكم، شلونكم حبابين؟ حبيبي استاذ هاشم، هاي شوف، هاي ام الفقير حسين، هاي فراخ زغار، هاي شوف صاحب ايش هسا 5.25، هم شوف هاي الشمس كله نزل لي. هاي واحدة قبل شوي هاي 5 هو راهي قاعد، و 2 من فوق من بند. هاي فراخ مال علي والا، والله هاي علي والا كلش مضبوط 100%. هاي فراخ ريشة 4.5 هيك ريشة هو. هاي قاعد أساسو صابيش 25 جيجا.